السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي متابعي هجمة مرتدة، أحلى مسا على كل جمهور الرياضة المصرية وكل متابعي الكرة المصرية. وموعدكم مع قائمة النادي الأهلي المستدعاة لمباراة المقاولون العرب غدا إن شاء الله، ومواجهة منتخب مصر أمام كوتوفوار المرتقبة، وموعد المباراة ويوم المباراة إن شاء الله. وقبل ما نبدأ حلقتنا، حابب أنوه لحضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ولو بتتابعنا على صفحتها على الفيسبوك اعمل متابعة للصفحة عشان يوصلك الأخبار الجديدة أول بأول. ونبدأ حلقتنا بالمنتخب المصري يلاقي المنتخب القوي جدا منتخب كوتوفوار بعد تغلبه على منتخب الجزائر وتصدره لمجموعته. منتخب مصر أمام مواجهة قوية جدا أمام منتخب عنيد زي كوتوفوار، معه مدير فني يمتلك خبرات في قارة إفريقيا، مدير فني عمل كمساعد مع هيرفي رينارد في المغرب وفي منتخب زامبيا وفي اتحاد العاصمة الجزائرية، يمتلك الكثير جدا عن الكرة الإفريقية. وباين على منتخب كوتوفوار إن المدرب عارف معنى قارة إفريقيا وعارف أدغال إفريقيا. منتخب كوتوفوار منتخب قوي جدا، منتخب عنيد، منتخب بيفعل كل شيء في الكرة، يمتلك خط دفاع قوي، يمتلك خط وسط أقوى، يمتلك ثلاثي في الهجوم، ثلاثي يفعل كل شيء، وشفنا الكلام ده أمام منتخب الجزائر، يمتلك كل شيء قوي. منتخب مصر أمام مواجهة صعبة جدا أمام المنتخب الجزائري، كل التوفيق للمنتخب الوطني إن شاء الله في مواجهته أمام كوتوفوار يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. كل المصريين من النهاردة لحد يوم الأربعاء بنطلب منهم الدعاء للمنتخب الوطني علشان يتخطوا منتخب عنيد زي كوتوفوار ده ان شاء الله. خبرنا الثاني، بيتسو موسيماني قبل قليل يختتم تدريبات النادي الاهلي استعدادا لمواجهه المقاولون العرب غدا ان شاء الله. بيتسو موسيماني قرر الاعتماد على قائمه النادي الاهلي، قائمه بالكامل من الناشئين كالعاده. بيتسو موسيماني بيراهن على الناشئين، وكل التوفيق للنادي الاهلي وحصد الثلاث نقاط، الثلاث نقاط يقربوا النادي الاهلي للدور القادم في كاس الرابطه ان شاء الله. بيتسو موسيماني قائمه النادي الاهلي امام حضراتكم كلها ناشئين، برضو بتعتمد على حسام حسن، عمار حمدي، عناصر قليله اللي عايز يجهزهم لكاس العالم للانديه، وبرنامج تاهيلي خاص لبيرسي تاو استعدادا لمباريات كاس العالم للانديه. وفي الختام حابب انوه لحضراتكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس علشان يوصل كل جديد، كل التوفيق للمنتخب الوطني ان شاء الله وحصد اللقب بعد تخطي عقبه جامده جدا كوتوفوار. منتخب مصر لو تخطى كوتوفوار اقول لحضراتكم منتخب مصر هيكسب البطوله. كل التوفيق للمنتخب الوطني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.